البداية كانت بوضع إكليل من الزهور على قبر الجندي المجهول، وبعدها تم أسف النشيد الوطني. في خطبته والي ولاية شاري الأوسط الجنرال عثمان إبراهيم جمعة قال إن يوم الأول من ديسمبر هو يوم الحرية والديمقراطية التي مر عليها 32 عاما. فقد تشاد المؤسس الأول لهذه الحرية مشير تشاد الراحل إدريس ديبي إتنو الذي سقط في ميدان الشرف دفاعا عن الوطن ضد أعداء السلام، لكن هذه الأهداف المؤلمة وحدت قلوب التشاديين. وجاء المجلس العسكري الانتقالي برئاسة الجنرال محمد إدريس ديبي إتنو، ومهمته الأساسية توطيد الأمن والسلام والحفاظ على مكاسب الديمقراطية. هذا وأضاف حاكم شاري الأوسط أن مهمته أيضا هي أمن السكان وممتلكاتهم. واختتم الحفل بعرض عسكري شمل مختلف الوحدات العسكرية.